إذا متتبعي متتبعات قناة شوف تي في، مساء الخير مشاهدينا، مباشرة من مدينة قلعة أسرغنا. مشاهدينا نحن اليوم في هذه اللحظات سيتم توزيع أضحية العيد على المحتاجين من طرف واحد المجموعة ديال المحسنين، واللي كتشرف عليها يعني منتدى سفراء الخير، واحد المجموعة شبابية يعني اللي كيجتهدوا باش يوصلوا العمل الخيري للبيوت ديال المحتاجين. واليوم في هذه اللحظات سيتم توزيع واحد العدد كبير ديال أضحية العيد على هاد الناس المعوزه، هاد الناس اللي في امس الحاجه لهاد الاضحيه. مشاهدينا على بركه الله غادي نخليكم يعني مع هاد المجموعه الشبابيه منتدى سفراء الخير بقلعه السراغنه، غادي يحكيوا لنا يعني كيفاش جات هاد المبادره النبيله اللي في هاد الاثناء على بركه الله ان شاء الله سيتم توزيع هاد الاضحيه على المحتاجين بمدينه قلعه السراغنه. معنا احد أعضاء منتدى سفراء الخير، بسم الله على بركة الله، أنت مباشر على قناة شوف تي في، اليوم كنشوفوا منتدى سفراء الخير، يعني انتقلنا لأحد المنازل ديال الكسابة باش تنقلوا هذه الأضاحي في هذه اللحظات المحتاجين، كيفاش جات هذه المبادرة؟ بداية نشكر جريدة شوف تي في على التغطية الإعلامية، وكذلك نبارك العيد للمغاربة، كما كتشوفوا بأن هذا عدد الأضاحي سيتم توزيعها على مجموعة من الأسر. هذا هدف رسم منتدى سفراء الخير، والحمد لله بفضل المحسنين وبفضل الأعضاء الشرفيين وبفضل أيضا الأعضاء منتدى سفراء الخير قدروا يوصلوا للهدف المحقق. كما كنعرفوا أن منتدى سفراء الخير السنة الفارطة قدر يوزع 57 أضحية، بالإضافة إلى توزيع مبالغ مالية على مجموعة من الأسر. اليوم قرر يرفع السقف إلى عدد 63 أضحية، بالإضافة أنه غيوزع مجموعة من المبالغ المالية. هذا بفضل المحسنين اللي كيتيقوا في هذا المنتدى، بفضل أيضا الأعضاء الشرفيين اللي كيسهروا على أنهم يقدموا المساعدة لجميع الناس المحتاجة. هذا المنتدى تأسس وعطى وعد أنه غادي يقدم المساعدة لأي شخص كيحتاجها. وكما كتشوفوا ان الحمد لله ان الهدف اللي رسمه منتدى سفراء الخير وصلوا، وكيوعد الناس على انه غادي يرفع السقف الى عدد كبير السنه الماجيه، وان شاء الله تنتمنوا الخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، تقبل الله من المحسنين اللي سهروا على هذه الاعمال واللي عطاوا واللي دعموه، وكنشكروا اي واحد كان معنا ودعمنا، وهذه صراحه هنا يقل الكلام، لان لقينا واحد الدعم كبير من ساكنه القلعه، من بزاف ديال الناس دعمونا، سواء هناك الدعم المادي والدعم المعنوي. من هذا المنبر كنشكر سكان قلعه سراغنا على كل دعم، سواء ماديا سواء معنويا، وشكرا. إذا الشكر كل الشكر لكل من ساهم بالقليل أو الكثير في هذا العمل الخيري. مشاهدي قناة شوف تي في، اليوم عندنا 63 أضحية وصلوا لها هذه المجموعة الشبابية، مجموعة ديال أبناء مدينة قلعة سراغنة كما قال أحد الأعضاء. فهذه السنة كاينة 63 أضحية اللي إن شاء الله مباشرة من بعد هذا اللايف غادي نبداو إن شاء الله في التوزيع ديالها على المحتاجين بمدينة قلعة سراغنة. معنا أحد الأعضاء، تفضل خويا. السلام عليكم، عضو في منتدى سفراء الخير. السنة الحمد لله توفقنا عند الله عز وجل باش نوصلوا واحد العدد اللي مرتفع على العام اللي فات، ما يثلج القلب وما يثقل اللسان. صراحة الناس بزاف باش يديروا فيك واحد الثقة، ووضعوا الثقة ديالتهم فيك، وتكون انت كالصوت ديالهم للمحتاجين، وتكون انت كالجسر بين المحتاج وبين المحسن. وان شاء الله السنه الماجيه، ان شاء الله السنه المقبله، كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى نطمحوا لجميع المحتاجين والناس كيكونوا متعففين وكيكونوا محتاجين لهذه الاضحيه هذه، وشكرا. إذا كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، فعلى المباشر 63
اذا كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، فسعدتك افاعيل الخير اليوم منتدى سفراء الخير للمجموعه الشبابيه وصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى 63 اضحيه. اذا 63 اضحيه ماشي بالسهل باش تدخل الفرحه لقلوب الناس، القلوب ديال الاطفال صغار ايتام كما قلت. كاين بزاف ديال الحالات ديال العائلات ديال الاسر المعوزه اللي في امس الحاجه لهذا العمل الخيري، وهذا الشيء ما غريبش على المغاربه. وكنشوفوا قدامنا نموذج بمدينه قلعه سراغنا، يعني واحد المجموعه ديال الشباب اللي كتجري وكتجتهد باش توصل لهذه النتيجه هذه اللي هي قدامنا، وهي 63 اضحيه. تفضل معنا الحاج، تفضل معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنقدموا الشكر لجميع الإخوان ديال منتدى صفراء الخير اللي سهروا على هذه العملية ديال إن شاء الله ديال توزيع الأضاحي. كنتمناو الله تعالى يوفقنا كما وفقنا هذه السنة، كما وفقنا السنة الماضية. توفقنا الحمد لله هذه السنة باش نوزعوا 63 ديال الأضحية على الأيتام والأرامل والناس ذوي الاحتياجات الخاصه هما اللي كنسبقوا الاولين. نتمنى من الله تعالى يتقبل منا هذا العمل. كنوجهوا الشكر لجميع الاخوه اللي مدوا يد العون لمنتدى صفراء الخير، منهم هذا السيد السي حسن صاحب هذا الكوري اللي تيتعاون معنا دائما بثمن مناسب اللي يقدر كيدعمنا باش نعطيو اكثر عدد يستافدوا معنا الاسر بهذه المناسبه. وخاصه سي الحاج سمح لي لقاعد حاجتك، وخاصه هذه السنه هذه كاين ارتفاع ملحوظ في ثمن الاضاحي كما شفنا بالاسواق المغربيه، فهذه السنه هذه كاين اثمنه مرتفعه في اضحيه العيد. كان الثمن مرتفع ولكن السي حسن كيدير معنا ثمن بحال العام اللي فات بحال العام اللي قبل منه. نتمنى من الله تعالى يتقبل منه توا العمل، لانه تيمدنا بسلعه مليحه وثمن في المتناول حقيقه. وبهذه المناسبة ديال العيد الأضحى كنرفعوا إن شاء الله لصاحب الجلالة محمد السادس إن شاء الله بالصحة والسلامة، وعيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية جميعا. ونتمنى من الله تعالى يوفقنا كما قلت السنة الماضية باش يكون عدد أكبر من هذا إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والشكر أيضا موصول للسي سعيد في جريدة شوف تي في اللي تيسهر معنا دائما وتيواكب جميع الانشطه ديال منتدى صفراء الخير. هذا فضل منه لنا الله تعالى باش نكونوا حنا صباقين ونكونوا من الجمعيات الرائده في العمل الاحساني باقليم قلعه سراغنا، موفقين دائما والحمد لله. ونتمنى من الاخوان ديال منتدى صفراء الخير مزيد من العطاء، مزيد من الاخلاص في العمل باش نكونوا ان شاء الله من الاوائل في المغرب ان شاء الله في العمل الاحساني، العمل التطوعي. نتمنى من الله تعالى يتقبل منا. والشكر موصول كما قلت للسي سعيد شوف تي في، والسلام عليكم ورحمه الله. اذا الشكر كل الشكر للمحسنين اللي ساهموا بالقليل او الكثير في هذه المبادره النبيله اللي غادي على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله بنقل هذا الاضاحي الى الفئات المعوزه، الى الناس المحتاجين اللي في امس الحاجه لهذه الاضحيه، وادخال الفرحه على قلوب هاد الناس. اذا بسم الله على بركه الله. بلاتي 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 حل الباب حل الباب حل سي محمد حل الباب شرع ورد طلبي المارشاريه اللي خرجت له يلا وغتنزي على النص ويبقى النص ستقبلي. اذا كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله نقل 63 اضحيه للناس المحتاجين. إذن كما قلت مشاهدينا الان كنتواجدوا عند احد الكسابه واللي يعني اللي كان كيشرف على التربيه ديال 63 اضحيه اللي الان غادي تنقل وغادي تمشي للفئات المحتاجه والمعوزه بمدينه قلعه اسراغنا. فالشكر كل الشكر لجميع المحسنين اللي ساهموا بالقليل او الكثير في هذه العمليه وهو توزيع الأضحية.
الاضاحي او توزيع اضحيه العيد اللي غادي توصل ان شاء الله باذن الله، وغادي تدخل الفرحه على واحد العدد كبير ديال العائلات وهي 63 اسره. يعني كما كتشوفوا معنا مشاهدينا على المباشر 63 اسره غادي تستفد من اضحيه العيد. كبر دورك لان كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، فسعادتك افاعل الخير اليوم كنشوفوا مبادره تستحق التنويه، تستحق التشجيع من واحد المجموعه، مجموعه سفراء الخير مدينه قلعه السراغنه، واحد المجموعه شبابيه اللي حاولوا قدر الامكان باش يوفروا 63 اضحيه اللي غادي يستفد منها واحد العدد كبير ديال الاسر بالمدينه، الاسر اللي يعني من ذوي الاحتياجات الخاصه والارامل والايتام. يعني كما قلت مشاهدي قناه شوف تي في، فاحنا اليوم كنشوفوا قدامنا 63 اضحيه، 63 اضحيه ماشي بالسهل باش نجمع 63 وتفرح 63 ديال الاسر المغربيه والمحتاجه بمدينه قلعه السراغنه. إذن كما قلت مشاهدي قناة شوف تي في، فالشكر كل الشكر لهاد الناس، الشكر كل الشكر للمحسنين اللي ساهموا بالقليل أو الكثير. شي واحد يبقى هنا الحاج، الحاج الحاج إذن مشاهدينا كما شفتوا معنا في هذه اللحظات، فالشكر كل الشكر للجميع المحسنين اللي ساهموا بالقليل او الكثير في ادخال الفرحه على واحد العدد كبير ديال الاسر بمدينه قلعه السراغنه. واليوم كنشوفوا معنا 63 اسره غتستافد من هذه الاضحيه، اضحيه العيد. السي الحاج احد اعضاء بالمجموعه او منتدى سفراء الخير مدينة قلعة السراغنة، اليوم كنشوفوا 63 أضحية وهناك مبالغ مالية. تحكي لنا يعني شحال وصلتوا ديال مثلا في المبالغ المالية، شحال ديال الأسر اللي استفدت من غير 63 اليوم اللي كنشوفوا 63 أضحية أمامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قبل كنبغي نشكر جميع من طاقم الخير أو كثير فاش يفرح هاد الناس. صراحه الناس اللي تم انتقاؤهم بعنايه، الناس اللي هما معوزين في حاله اجتماعيه صعبه، هناك ارامل، هناك طبقات، هناك ناس للمساعده. تم الوصول الى 63 حاله هذه السنه كما قالوا الاخوان، السنه الفارقه كانت 57 حاله، هذه السنه ان شاء الله غادي يتم توزيع حوالي 10 أضرفة لأسر كذلك تم اختيارها بين أسر المميزة. إن شاء الله نطمحوا للمزيد في السنوات المقبلة، نطلب الله عز وجل يتقبل العمل ويجعله خالص لوجهه الكريم. تحية للجميع، وتحية للجميع من ساهم بقليل أو كثير في إدخال السرور والفرحة على هذه الأسر، هذه الأسر اللي صراحة تيبقاو فيك الأطفال اللي كيشوفوا الأقران ديالهم، في العائلات اللي في الجيران ديالهم، الأهل ديالهم اللي هما عندهم العيد، عندهم أضحية في الدار ديالهم، ما يمكنش هما مساكن ما يتمتعوش بهذ النظرة هذي. مازال نقولوا الكبار ماشي مشكل، وصلوا لواحد الدرجة ديال الوعي بأن السنة واجب، السنة يعني مؤكدة، السنة غير إجبارية، ولكن الأطفال الصغار خاصهم يشوفوا الفرحة والسرور على نظرائهم اللي في العائلات ديالهم. نطلب الله عز وجل يقبل هذا العمل، تحية للجميع من أصغر عنصر لأكبر عنصر، تحية للمواكبة
الدائمة ديال شوف تيفي لهذه الأعمال السباقة والتعتبر قيادية في إقليم قلعة السراغنة. تحية لكم جميعا ونواصل مع الإخوان باش نوصلوا هذه المسائل وهذه الأضاحي إن شاء الله وشكرا لكم جميعا. إذا الشكر كل الشكر لجميع المحسنين اللي ساهموا بالقليل أو الكثير في إدخال الفرحة على واحد العدد كبير ديال الأسر المعوزة هنا بمدينة قلعة السراغنة. مشاهدينا في هذه الأثناء يتم توزيع يعني 63 أضحية يعني على المحتاجين. فالشكر كل الشكر لكل من ساهم بالقليل أو الكثير. مشاهدي قناة شوف تيفي تقبل الله من الجميع وعيد مبارك سعيد لجميع المغاربة. وكذلك فاليوم كنشوفوا قدامنا واحد النموذج كنشوفوا قدامنا يعني هذا الشيء ما غريبش على المغاربة. فالمغاربة دائما كنلقاوهم في مثل هذه المناسبات. فاليوم كنشوفوا بقلعة السراغنة يعني واحد المجموعة شبابية يعني اللي اجتهدوا باش يوفروا 63 أضحية زائد أضرفة يعني تحتوي على مبالغ مالية لواحد العدد ديال الأسر بمدينة قلعة السراغنة. مشاهدي قناة شوف تيفي تحية للجميع. نلتقي إن شاء الله في مباشر آخر في موضوع آخر. إلى اللقاء وعيد مبارك سعيد.